عبد الله وأبرك يا شباب، معكم رازع عثمان بحلقة جديدة. قبل بداية المقطع لا تشترك بالقناة وتدوس لايك، وبس ندخل الموضوعنا اليوم. عندنا أول حلقة من برنامج سوالف عراقية اللي قلت لكم عليه قبل كم يوم بكل مواقع التواصل الاجتماعي مالتي. البرنامج راح ينعرض حصريا على قناتي، وعندنا صفحة على الفيسبوك وصفحة على الانستغرام. فهذا البرنامج راح نسأل الناس، ناخذ وياهم مقابلات وراح نسألهم سؤالين بكل حلقة سؤالين. فاليوم سؤالنا، لو عندك 100 مليون دينار عراقي ايش راح تسوي بيهم؟ والسؤال الثاني، لو خيروك تبدل جنسيتك من عراقية الى غير جنسية باختيارك، شنو الجنسية راح تختارها؟ طبعا حاليا انا راجع من التصوير وباليوم الثاني، بس يعني انصحكم تشاهدون المقطع كامل. الحلقة جدا صارت رهيبة، كأول حلقة جدا صارت رهيبة، فأتمنى تكون الحلقة عند حسن ظنكم. لا تنسوا تتابعونا على حساباتنا اللي باسم سوالف عراقية على الفيسبوك والإنستغرام، تشتركون بالقناة إذا ما كنتم مشتركين، وبس أترككم ويا حلقتنا. اوكي يا شباب، طبعا ويانا اول شخص وراح نسال اسئلتنا. وشلونك حبيبي؟ حبيبي شلونك انت؟ شلونك؟ والله الحمد لله. باع اليوم نريد نسالك سؤالين بسيطه. يعني لو جنسيتك مو عراقيه، شنو الجنسيه اللي راح تختارها؟ طبعا العراقيه. باع الوطنيه فول مفوله. طبعا زين. العراقيه. زين اوكي، اختاريت عراقيه. لو عندك 100 مليون شنو اول شيء راح تسوي؟ والله ال 100 مليون طبعا اكل نص ننطيها للفقره، والنص انا اعيش بيها. زين، من تعيش تسوي يعني بالضبط؟ والله العيش انا حر بيها. بيت، تتزوج، سياره؟ اكيد سياره عندي، لا الحمد لله، بس مو بيت عندي، ف نعيش بيها، نسافر، نطلع، نسوي، نتزوج بكيفنا. اي والله هي هاي الحياه. بس وين هاي ال 100 مليون ما تجي؟ اقبض حسابك من دبش. يلا حبيبي تسلم. اوكي يا شباب، راح ناخذ لقاء ويا الشخص الثاني، فتعالوا ويانا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نريد نسألك سؤالين. ايه؟ لقاء، احنا برنامج على اليوتيوب على قناة. ايه حبيبي، نريد نسألك سؤالين. لو عندك 100 مليون ايش راح تسوي بيهن؟ والله غير اكو مشاريع هواية يعني. يعني مثل شنو المشاريع؟ يجوز ابني عمارة، يجوز ابني عمارة اجرها. زين. لا اكيد طبعا، لا يعني هذا شيء خاص لي يعني. فد ربع مليون للفقرة. معقولة. زين، إذا جنسيتك مو عراقية، شنو البلدة أو الدولة اللي راح تريدها؟ كينغدوم. كينغدوم؟ متأكد؟ بريطانيا العظمى. يعني اليوم الوطنية مك نازلة. نازلة فول. والله. يلا حبيبي تسلم. حبيبي الغالي. حبيبي الغالي. إحنا برنامج سوالف عراقية، برنامجنا حصريا يعرض على اليوتيوب على قناة راز، إذا تريد تروح تتابع الحلقة. نريد نسألك سؤالين. السؤالين هم، لو عندك 100 مليون ايش راح تسوي بيهن؟ اول سؤال. اول سؤال ايه، هذا حيرتني بيه. ال 100 مليون طبعا يعني لو اشتري سياره ايه، تتزوج، تبني بيت. لا زواج بعد. زين زين، ما تنطي مثلا للفقراء؟ زين، شنو السياره تشتريها نفس ما قلت؟ لا عادي تعجبني واخذها. زين، ما تفكر مثلا تنطي للفقره؟ بلا، هاي اول شيء محتاجين. اخوانك بالمظاهرات تسوي لهم فتشي؟ اي لازم، هاي واحد ينطي ثلث من عندها يوزع، والباقي يوزع الفقره. صحيح. زين، سؤالنا الثاني، لو كانت جنسيتك مو عراقيه وبايدك تختار شنو تريد تصير جنسيتك، ايش راح تختار؟ طبعا عراقية. ايه والله فول الوطنية بهاي الحلقة اليوم. حبيبي تسلم. حياك الله. عمي عزام، اريد نسألك سؤال يعني اليوم. السؤال الاول، لو عندك 100 مليون ايش راح تسوي بيهم؟ لو عندي 100 مليون ايش راح اسوي بيه؟ ايه، الشغلة الاولى ايه، تبرع للفقراء. ايه هاي حلو، وبالاخص ذوي الاعاقة. ايه حلو حلو، واللي امكانيتهم محدودة. أيه. واللي ضعيف الحال من مرض لا سامح الله، ويشفيكم الله الشر اجمعين ويانا. هاي اهم فقره عندنا. ايه، لان ناس هوايه متعففه وما تقدر تطلب. زين. يطلبون من الله سبحانه وتعالى قبل البشر. فاني يعني مثل ما تفضلت، لو عندي هسه الحمد لله اللي نقدر عليه، احنا ما عدا نقصر، بس بامكانيات محدوده، وهاي اذا نحكيها تعتبر رياء، بس الله اعلم بالنيات. وان شاء الله بالمستقبل ان الله وفقنا ونسعى دائما للخير،
والخصوصا قلت لك هذا الشيء لاصحاب المرض احنا نقول ذوي الاحتياجات الخاصه واللي المتعففين بنفس الوقت واللي من مسكن وكذا، يعني هالامور هاي واحنا نعرفها كلتنا مو بعيدين. زين قول صرفت 50 مليون على هاي السنة. نعم نعم. لك 50 شو هتسويهم من امورك الحياتيه؟ كل واحد وإلى تخطيطه وعنده اهداف للحياه، سفر، زواج، سياره. والله قلت لك كل انسان وعنده فاهداف معينه بباله وبحياته اليوميه ويقدر يحققها ان صار عنده هذا المبلغ ان شاء الله، والتوفيق من رب العالمين. اوكي، السؤال الثاني، لو كانت جنسيتك مو عراقية وكيفك تختار الجنسية اللي تريدها؟ يا جنسية راح تختار غير العراقية؟ ما اختار. والله كفو منك. كفو منك. الله يخليك على راسي حبيبي. الله حبيبي. يلا قل لي كيو. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. اريد نسألك سؤالين سريعة وخفيفة، يعني ان شاء الله تجاوبنا زين. السؤال الاول، لو عندك 100 مليون شنو راح تسوي بيها؟ والله لا انت 100 مليون ايه لا انت 100 مليون عالج الصين. هو بعد ماكو علاج فغيرها، يعني ان شاء الله يجي علاج. والله انطل الفقرة لهاي العالم الفقرة. زين ما تفكر تتزوج، تشتري سيارة، تبني بيت؟ هي طبعا لعد اول شيء. زين سؤالنا الثاني، اوكي لو عندك جنسية غير العراقية شنو المدينة البلدة راح تختارها غير العراق؟ او العراق تقدر تختار؟ هو العراق يعني تظل عراق ما تبدل. يلا حبيبي تسلم. حبيبي الله. يلا راح ناخذ لقاءنا ويا الشخص الثاني. والسلام عليكم. عليكم السلام. حبيبي عمي اليوم نريد نسألك سؤالين. تفضل. احنا برنامج سوالف عراقية تنعرض حلقاتنا على قناة راز، بس اكتب قناة راز باليوتيوب وتطلع لك. اهلا وسهلا. السؤال الاول عندنا، لو عندك 100 مليون ايش راح تسوي بيهن؟ اشتري رانج بس ويتزوج. يعني لا تتزوج؟ لا تبني بيت؟ لا متزوج انا الحمد لله عندي اطفال. ما تبني بيت؟ ابدا 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 الرانج وبس. تتزوج الثانيه؟ ابدا لا. زين لو عندك انت عندك جنسيه عراقيه، لو خيروك تبدل الجنسيه العراقيه على غير بلده ايش راح تختار؟ ما راح اختار بس العراقيه. والله قلت لك الوطنيه اليوم مفونه. الحمد لله. حبيبي عمي تسلم. حبيبي الله. عمي ياسر. حبيبي عثمان. زين السؤال نفس ما سالناه لعمي. زين لو عندك 100 مليون ايش راح تسوي؟ ايش اسوي؟ ايه يعني ايش اريد اسوي؟ اتزوج بعد يعني كل شيء. الزواج قول ب 25 مليون. اي هم تتزوج والباقيات وين؟ الباقيات وين اروح بيها؟ بقيت لك 75 مليون وين؟ اسوي مشروع حلو عثمان. يعني ما تروح على المالديف شيء؟ لا اسوي قناه واجيبك بيها. ها زين كملنا السؤال. والسؤال الثاني، لو عندك جنسيه غير العراقيه ايش راح تختار؟ اختار هي نفس الجنسية العراقية. يا ما تبدلها؟ ابدلها اذا بيها 100 مليون هم انا ابدلها. مو بس 100 مليون انت شوف ينطق سنة كاملة اكل وشرب وسكن والجنسية همي وين ما تريد تروح. على هاي بلدة راح تختار؟ ما خلينا هنا. ظل بالعراق؟ يعني تعمر العراق بهاي الفلوس. هاي حبيبي عمي ياسر. يلا السلام عليكم حبيبي. نريد نسألك سؤالين اليوم. اوكي احنا برنامج سوالف عراقية، انت نعرض حلقاتنا على قناة يوتيوب راز. شوف حبيبي نريد نسألك، لو عندك 100 مليون شو راح تسوي بيها؟ 100 مليون؟ ايه 100 مليون. والله ترى تعرف ما شاء الله الشعب العراقي بال 100 مليون مبدع. مبدع بصراحة يعني. ايه فإذا عندي 100 مليون عين ابويا بيها. زين تعين ابوك بيها؟ مو عين، اعينه. انا اساعد ابويا. زين لو عندك جنسيه غير العراقيه خيروك ايش تختار غير العراقيه؟ اشرحها. اعذر ما جاوبك عليه. ما اقعد عف بلد العراقي؟ اظل عراقي اكيد. تاسع لقاء اليوم يقول عراقي. يا شنو هاي كلمة؟ والله انا اختار فرنسا. والله بعدين ازوره للعراق كفرنسي. الله. يلا حبيبي تسلم. شرفك حبيبي. الدال ورده ما انا داخل الصوره. داخل الصوره تتشرد حب وراهم. اكو ما بيهم ده صور. يلا السلام عليكم حياتي. نريد نسألك سؤالين بسيطة. زين أول سؤال عندنا، لو عندك 100 مليون شو راح تسوي بيها؟ 100 مليون؟ إيه
شو اسوي بيها؟ يعني تصير احلام عندي احققهم بين غير. مثل شنو الاحلام؟ ما ينعد. ما ينعد مثلا تتزوج، تسافر، تبني بيت، تتزوج الثانية. لا ماكو ثانية. هي اولى ماكو. زين زين، لو عندك جواز غير الجواز العراقي ايش راح يكون الجواز؟ شو تريد جواز؟ ماكو، بس عراقي. يعني ظل على العراقي. عراقي. الوطنية اليوم خربتها للحلقة. يلا حبيبي تسلم. حبيبي. اوكي يا شباب، هنا وصلنا لنهاية برنامجنا. هاي الحلقة الأولى، أتمنى الحلقة تكون عجبتكم، وإذا بيها أغلاط فاعذرونا يعني الحلقة الأولى، وإن شاء الله الجاية أحسن. دي وننهي الحلقة، لا تنسون تشتركون بقناتي وتشتركون بقناة أمجد تلقوها بالوصف، وتدوسون لايك وتفعلون زر الجرس على مود تنزل الحلقة كل أسبوع يوم الاثنين ساعة 2 الظهر. فأبا شباب، كان معكم رازي وأمجد، بس مع السلامة. أيوه.